ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وفقرتنا التاليه مع اتنين من نجوم الكره المصريه، كابتن انوش طبعا اللي دايما بيمتعنا، لكن النهارده هو الاستاذ بيومي فؤاد وايضا نجم الكره المصريه الكابتن رضا عبد العال. لكن كلنا شفنا اشاده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخبنا الوطني في تويتر، كلنا سمعناها وشفناها وانا قلتها لكم في الفقره الاولى. ايضا في اشاده اخرى من الاستاذ اسامه احمد نقلي سفير المملكه العربيه السعوديه في القاهره، وقال اداء مشرف ومستوى كبير للمنتخب العربي المصري في مباراته امام اوروجواي. برحب بيك استاذ بيومي فؤاد ومنورنا. نورك ربنا يخليك. كابتن رضا عبد العال حبيبي برحب بيك. ربنا يخليك. الان شويه منك بس مش مشكله. ليه يا عم؟ ها؟ ليه؟ مش عارف قاعد انت يعني متحفظ. لا ده بالعكس انا هادي شوية. جدا جدا لان وجهه نظري الحمد لله والشكر لله بتوصل للناس دلوقتي وبيتاكدوا ان كان كلامي صح. لسه 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 في ماتشين كمان يعني. ماشي بس يعني احنا بنقول ايه البدايه. البدايه بتفرق كتير قوي، بس خلي طبعا حبيبي المحترم يتكلم عشان ان انا هتكلم معاك. لا يفطر ملك في المدينه كابتن رضا ده العظيم. لا والله انت اكبر مالك. اذا حضر الماء بطل التيمم. انا عارف الفقره دي والله عارفها كويس ما قوي. تلاقش. شفتها قبل كده في مكان ما يعني. اتنين كوميديانات قاعدين قدامك ما تقلقش. انا بس عايز طب انت ايه رايك في السكارف اللي انا لابسه؟ لا ده انت عامل الناس يفتكروا ان انا جيت روسيا اتجننت ولا حاجه. انا هقول صراحه كنت باكل فوقعت على القميص فانا هقول يا دي الفضايح. وقعت على القميص فحطيتولي البتاع ده عشان يداري البتاع اللي انا بقابلك.